العالم بكله يقوم اي مواطن تمام يقوم الصبح اي صبح فولي صبح دكا ما كان احتاج ان شاء الله قبض يقتل اي مواطن في العالم احتاط لي اهم شيء انه الصبح اما عندنا في اليمن يقوم الصبح يتصابح عاد غرقان الصبح اقرك مصلي على رسول الله ويسمع خبر ما بيش بترول ما بيش غاز ما بيش ولا حاجه يعني قد الموت رحم يعني عندنا المحطه يعني اول ما نمس فجاه يعني عادك بتعبي من عند صاحب المحطه المغرب بتعبي من عنده وهو مدبب وبيراجيك ولا ما مش معك سياره يا اخي جعبي الله يرحم والدك لما جيت تعبيت صافي جيبك مخلى بترول لله الواحد وقعها جعبي بعدي خمس دقائق وقد غلق لين ما غلقت اخي حر ما بش لين ما بش عاد دعيتني ما بش احنا حرين حكنا ما انه بيحش ما هي الناس محربطين بالناس معاهم اسعافات بالناس ماشي ويصيح ويقع لما تخرج بدل السنه تطرمبه هذا كلمه سنه حقت عيب يعني اين الدوله؟ اين الرقابه على هؤلاء؟ يعني فجاه في خلال خمس دقائق من 6500 ل 7500 ايش يعني قامت القيامه وما هو ما هو ويصيح فوقي وما قال في الشن يعبان معاه زياره بترول وناس معاهم اسعافات تقى والله خاف الله ولو عادوا بترول حالي يعني قد بنشتريها اغلى من العالم بكله اغلى من العالم بكله البترول هذا واحنا على اساس ان احنا دوله مسطره مثلا على اساس نحن دولة مسطرة ونحن خليجيين ونحن زرق ونحن بس ما فيش من الخبر خبر تمام لو عادوا بترول حالي بترول بتوت بترول بالجحيم بترول بالجحيم يعني تكبل السيارة وسيارة تتكبد ما هو هذا أوسخ وأقدر أنواع البترول بترول عادة سكبت إلا سيارة وقد الدبان بيتجمع يعني مشبك مشو بترول عيب أين الرقابة على هؤلاء اما سعوا وطلع المكتب هذاك صاحب المحطه وطبع لك ورقه خلاص اليوم الليثر بكذا كذا بيغيروا يعني بيخسر حق الورقه هذيك اللي بيعلك على الطرمبه الطرمبه نفسها فعلا بلاك كذا صار نفسك عب عليك قدك انا بتشتغل قدك على تطلع وتطبع مالك صلي على النبي يعني اي حين حنعيش اقسم بالله اي حين حنعيش تقوم القيامه خرج قلطني الله اما صابحين الناس ضابحين ارواحهم يعني ما بيش مرتبات ولا بتشحن الحمر وعاد انتم ترفعوا البترول والسوق السوداء بتشتغل حريقه صرت اليوم لسوق صعب 12000 للمية في 12000 انت عبيتها من المحطة ذا الحين دي موسى يبيع لي عقدة ما بيبيع ليش بترول خلاص يا اخي